طب مين حصل على 86% من الأصوات التفضيلية بدائرة الجنوب الثانية؟ أمل حزب الله. صح، بكل دوائر الجنوب كم نائب سيدي فيه بالبرلمان؟ وحدة. غلط، هي الحريري وعناية عز الدين. اثنين اثنين قلت وحدة. سوري. أي نائب تصدر الأصوات التفضيلية بالبقاع الغربي رشيا؟ دجاجة أربعة. باس. ما حدا يجاوب معه. عبد الرحيم مراد، بكم مقعد انخرقت لائحة حزب الله ببعلبك الهرمل؟ باثنين. صح، مين نائب اللي بيمثل مقعد الأقليات بالبرلمان اليوم؟ جنرال بانو. صح، مين قال إذا سامي جميل بيطلع الأول بالمتن أنا بستقيل؟ إبراهيم كنعان. صح، مين بيشغل المقعد الأرثوذكسي بطرابلس؟ الوزير نقولها نحاول. بليز ما تجاوبوا، عم تعطوا علامات. ألكسندر ماتوسيان نايب عن أي دايرة؟ ما حدا يجاوب. بيروت. صح، مين استلم مقعد والده الماروني بجزين؟ والده الماروني بجزين عزار. اسمه؟ إبراهيم. خلص الوقت، رح أعتبرها صح، رح أعتبرها صح. خلص الوقت. إبراهيم خود. سبع علامات من أصل 9 أسئلة، كتير منيح.